في ثالث جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة السادس من يوليو المقبل. تأجيل نظر الجنايتين لجلسة السبت الموافق 6/7/2013 مع تكليف النيابة العامة بما سيتلى: ألف، ضم التحقيقات مع المتهم جمال محمد حسني السيد مبارك في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل للجلسات المؤرخة 12/17/26 من شهر إبريل وكذا 9 من شهر مايو لعام 2011 أو صورة رسمية منها. ب. مخاطبة السيد اللواء مساعد وزير الداخلية ورئيس قوات الأمن المركزي للإفادة من واقع الدفاتر الرسمية باسم المنصرف له السلاح الناري والذي يحمل رقم R-672-734 في الفترة من 25/1/2011 وحتى 31/1/2011